مشاهدينا الكرام، السلام عليكم إلى جولة جديدة من السودان هذا المساء. نبدأ بالعناوين. حمدوك يقول إن السودان مؤهل لإعفاء ديونه، ومجلس الشيوخ الأمريكي يلتزم بإنشاء صندوق ائتمان لمساعدة السودان. السلطات السودانية تسلم تشاد 6 من عناصر بوكو حرام. قوى الحرية والتغيير ترسل وفدا لبور السودان لمراجعة تنفيذ الصلح القبلي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون هي مسألة وقت، وأعلن المجلس التزامه بإنشاء صندوق ائتمان لمساعدة حكومة دكتور حمد عبد الله حمدوك لمواجهة التحديات الاقتصادية. واستعرض رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك تطورات الأوضاع في السودان بالتركيز على الوضع الاقتصادي، وألقى الضوء على الأولويات التي تبنتها حكومته وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك المعالجات الموضوعة للسيطرة على التضخم وإزالة التشوهات في النظام الضريبي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وأكد أن السودان مؤهل لإعفاء الديون، فيما أمن محافظو المجلس على أن الخرطوم مؤهل للاستفادة من مبادرة إعفاء الديون، وأضافوا بأن إجراءات استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون هي مسألة وقت. من جانبه أشاد حمدوك أو دكتور مريزا حسن عميد مجلس المحافظين بالثورة السلمية أو السودانية وسلبيتها، مناشدا أعضاء المجلس بالتواصل مع حكومتهم بغية تقديم الدعم للحكومة الانتقالية حتى تتجاوز التحديات التي تواجهها. وفي الأثناء أكد ممثل صندوق النقد الدولي بأنهم يدركون المصاعب التي تجابه الحكومة الانتقالية وأنهم سيضاعفون جهدهم من أجل مساعدة السودان. أقر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالتغيير الذي حدث في السودان، معربا عن استعداده لدفع الجهود الرامية لإزالة اسم السودان من القائمة ولأجل العمل على استمرار دعم الحكومة الانتقالية عقب ذلك. وقدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال لقائه جيمس ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سردا لتطورات الأوضاع في السودان مركزا على الوضع الاقتصادي، وألقى الضوء على الأولويات التي وضعتها حكومته. وقال رئيس الوزراء إنه بعد سقوط النظام البائد فإن مبررات بقاء اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب قد انتفت، وطلب أعضاء اللجنة بمضاعفة جهدهم حتى تتم إزالة اسم السودان من القائمة. تمكنت الاستخبارات العسكرية من القبض على 6 من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابية داخل الحدود السودانية يحملون الجنسية التشادية. وأوضح العميد ركن عامر محمد الحسن محمد أحمد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تعميم صحفي أن تلك العناصر تم تسليمها للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وذلك استنادا على علاقات التعاون الأمني وفق بروتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد. وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وأكد أن القوات المسلحة السودانية تجدد عهدها للشعب السوداني الأبي في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الوطن، كما تؤكد استعدادها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى. يغادر وفد من قوى الحرية والتغيير لمدينة بور السودان شرقي السودان، وذلك للوقوف على تنفيذ اتفاق صلح بين مكونات قبلية. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي بقوى التغيير إبراهيم الشيخ في حديث صحفي إن الوفد سيناقش في مدينة بور السودان عاصمة ولاية البحر الأحمر إجراءات الصلح أو ما يعرف محليا بالجلد بين مكونات قبلية، وتم إبرامه الشهر الماضي. وأشار إلى أن الوفد سيقف على مدى التزام الأطراف بالاتفاق.
ناشدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطة الانتقالية بإعمال المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا في وضعية الأجهزة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، ودعت المفوضية في بيان لها السلطة الانتقالية إلى إعادة النظر في وضعية المفوضية القومية لحقوق الإنسان ضمن المفوضيات التي يشرف عليها حقوق الإنسان. واعتبرت المفوضية هذا الوضع مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على استقلالية الأجهزة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان ومراقبة السلطات الثلاث في الدولة وعلى رأسها الجهاز التنفيذي حول مدى الالتزام بوثيقة الحقوق والحريات الدستورية، وأكدت على ضرورة عدم المساس باستقلالية الأجهزة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. اختتمت بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الورشة التدريبية حول متابعة المحاكمات التي نظمها مكتب الاتصال الولائي للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور يوناميد قسم سيادة حكم القانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح ممثل قسم سيادة حكم القانون بمكتب الاتصال الولائي لليوناميد بغرب دارفور التيجاني عباس عبد الله أن الورشة التدريبية تأتي ضمن سلسلة ورش تدريبية في مجال سيادة حكم القانون، واستهدفت ناشطين من منظمات المجتمع المدني بغرض رفع كفاءة وقدرات الناشطين حول متابعة ومراقبة سير المحاكمات والعدالة وبسط سيادة حكم القانون. وقال إن الورشة تناولت عددا من الأوراق والمحاضرات في القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني وقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها ستسهم إسهاما كبيرا في رفع القدرات. الورشة الهدف بتاعها بناء قدرات المجتمع المدني حتى يتمكن من مراقبة المحاكمات، حتى نتأكد من العدالة وسير العدالة بالصورة كما ينبغي. بندرب المجتمع المدني وغير المجتمع المدني في القوانين السودانية وخاصة قانون الأحوال الشخصية، القانون الجنائي سنة 1998، قانون الإجراءات الجنائية، وقبل ذلك كل هناك محاضرة بعنوان لماذا مراقبة المحاكمات وكيفية مراقبة المحاكمات وفقا للقانون السوداني والقوانين العالمية. وقفت اللجنة العليا لحماية موسم الحصاد برئاسة المدير التنفيذي لمحلية زالنجي وممثل النيابة وقيادات الإدارة الأهلية على سير عمليات الحصاد وتأمينها من الخروقات بين الرعاة والمزارعين بمنطقة أركوم جنوب شرقي مدينة زالنجي. واختتمت اللجنة زيارتها الميدانية بسوق أركوم وتفقدت حوجة المواطنين للسلع الأساسية، وعقدت لقاءات مع المواطنين هناك داعية إياهم لتماسك النسيج الاجتماعي وتقوية أواصر التواصل الاجتماعي بين المكونات المحلية للمنطقة والمحافظة على وحدة وأمن المنطقة تحقيقا للاستقرار والسلام الاجتماعي بالقرى والفرقان المجاورة. وأكد صالح دول الأحوال الأمنية بالمحلية مشيدا بانسجام ودور الأجهزة الأمنية في تأمين المواطن. عملنا لقاءات مع كثير جدا من المواطنين في التجمعات المختلفه لاسنه اللجنه اللي ضامنه لاسنه يوفروا الحمايه بالنسبه للمزارعين لاسنه يقوموا بحصاد لمحصولاتهم في خلال الفتره القليله يمكن المتبقيه من نهايه هذا الموسم. من جانبه أشاد شرطا يعقوب رحمة برفقة حكومة الولاية مع متطلبات المواطن وحماية الموسم الزراعي والحصاد، ونبه الرعاة لتجنب الاحتكاك مع المزارعين إلى ما بعد الحصاد. أعلن الرعاة بأن يحفظوا مال بعيدا من الزراعة، بعيدا من الزراعة ما يجيبوا المال ده في الزراعة على الإطلاق، إلى أن المواطن المزارع يحصد ماله حصاده لحد شهر واحد أو نهاية 12، بعد ذلك يكون يعني ممكن يدخلوا ماله في الطلقة.